أعضاء لجنة التحكيم الموقرة ستبدأ بتقييم المشاركين، ولها معاييرها: 50% للميزة الجديدة المثبتة للابتكار، 30% للجدوى التقنية لبناء النموذج الهندسي، و 20% للقدرات الشخصية على تخطي المراحل. من سيتأهل للهندسة؟ أعضاء اللجنة، الكلمة لديكم. خايف شوي من النتائج اللي حتطلع، بس هوبفلي لأن جاوبت على كل شيء ما أكون بالخطر. مرتاحة للنهاية لأني أنا اشتغلت وأديت اللي علي، خاصة الأسبوعين الماضيين يعني كان حتى النوم فيه قليل. صراحة كل مشاريع حلوة، بس بحس إنه شدا هي الحلقة الأضعف في البرنامج حالياً. في هالمرحلة يعني بالنسبة للشغل اللي اشتغلته، لا حاسة وصلت لمكان كويس. شكراً لأعضاء لجنة التحكيم. إذن لجنة التحكيم فعلاً قد اتخذت القرار، وهناك من سيغادر بنهاية هذه الحلقة، أي بعد دقائق معدودة. لكن قبل ما أدعو حد، خلوني أقدم تهنئة للبنات على عبورهم إلى المرحلة المقبلة. بعد ما طلعت نتائج البنات ازداد الضغط علينا. بقي الشباب في مرحلة الخطر. أدعو الآن كل من عبد الله. خلاص صرت واحد من بين الثلاثة اللي ممكن ينقصون، وهذا ما زاد رعبي أكثر. جورج، محمد. حاجة واحدة خايف منها: the misunderstanding of my project. عبد الله ومحمد وجورج، تم استدعائكم إلى هنا لأن أنتم حصلتوا على أقل الدرجات من بين زملائكم، ولكن للعلم بأن درجات كلها أتت فوق 80. كلكم جديتوا واجتهدتوا، ولكن قوانين البرنامج تقتضي بأن يغادرنا أحدكم. عبد الله، مبروك التأهل للمرحلة المقبلة. محمد وجورج، واحد منكم راح يغادر، واحد منكم سيبقى. مبروك لجورج. محمد للأسف راح يتغادر. I had higher ambitions. I had a long vision. ما كنتش كنتوقع أن that vision will be stopped. لأن الحياة هكا عادي. ومهم failure after failure عادي كتعلم. I don't blame anybody, I blame myself. إذن للأسف سيغادرنا محمد من المغرب، ولكن الستة البقية هم المتأهلين إلى مرحلة الهندسة. وصلنا إلى نهاية هذه المرحلة، مرحلة الإثبات العلمي للفكرة.